مدينة الرستان 27/9/2013. يعطيكم العافية. الله يعافيك. عم فيك تحكي لي بس شو عم تشتغلها وشو عم تحفرها؟ نطالع القرمة. لا طيب ليش شو عم تطالعوها؟ شو بدكم تشتغلوا عليها؟ بدنا نطبخ عليها. بدكم تطبخوا عليها؟ طيب ما في عندكم غاز تطبخوا عليه؟ ما في عندنا لا غاز لا مي لا كهرب لا خبز ولا ما في شيء بنوه. ما في أي شيء خالص يعني عندكم؟ ما في أي شيء بنوه. ما في غير هالحطب عم طالع ونحط فيه. بدكم تحطوه يعني تطبخوا عليه؟ طيب عمو فيك تحكي لي بس شو أوضاع المدارس بالرستان؟ عم تروح على المدارس؟ ما في مدارس كلها مدمرة، ما في ولا مدرسة سوا، كلها مدمرة. إيش حصلكم ما رحتوا على المدرسة؟ صرنا شي سنتين وأكثر. طيب عمو شو بتحبوا تدعوا بالشهر الأسد أنتوا هون؟ الله لا يوفقه إن شاء الله، إن شاء الله بيلاقيها بولاد. الله يعطيك العافية. مدينة الرستان عملية إخراج الحطب. الطبخ عليه بسبب عدم وجود الغاز في مدينة الرستان. حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة الرستان 27/9/2013.